انتابتني حالة من الوسوسة، وما شعرت إلا وأنا أقول طلقت 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 3 مرات، ثم قلت في نفس الوقت لا لا لا، وأعني بذلك زوجتي. ثم عدت إلى أهلي واستمرت حياتنا الطبيعية كما هي. فما حكم ما وقع مني؟ جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى تثبت من حالتك، حالة التلفظ بالطلاق. إذا كنت لست في شعورك وليس عندك إدراك في هذا الوقت، فلا يلزمك في هذا الشيء. أما إذا كنت في شعورك وفي إدراكك فإن الطلاق يقع. هذا يحتاج منك إلى الحضور إلى المفتي وينظر في حالتك حين التلفظ بالطلاق من وجود الشعور أو عدمه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.